يا البطيخه اللي جنبك دي هتولد امتى؟ كلمنا بابا. ايوه مراتك في الشهر الكام؟ بابا بيقول لك انت في الشهر الكام؟ ما بعدش يا جيمي. ازاي ده انت عديت ال11 بتهالي. يبقى خدها اديها للدكتور شوف العطره جايه منين. حاضر يا بابا. السلام عليكم. اهلا بابا. زكي جه يا اولاد اللي بيصرف علينا. جبت جهاز اختك يا زكي ولا دي ازايز خمره الباباك العربيد اللي بيبات في البارات؟ خلصت؟ لا ما خلصتش. انا نفسي اعرف فين الست والدتك الكبيره في السن اللي ما بتشتغلش. ماما ماما ماتت يا بابا. انت نسيت ولا ايه؟ هنا ماتت وهناك بتسرح بالراجل يا قريب. ده خلاص بقى خلاص بقى. اقعد بقى بابا انت كل شويه هنقعد نجري. اقعد عليك. اقعد بقى. ده انا جايب لكم حاجات حلوه قوي وحاجات كتير قوي كل المستلزمات دي. شويه حاجات ايه يا اسريه اللي انت كنت كاتباها في ورقه على الثلاجه. شفت انا فاكر ازاي؟ ماشي. ودي ايه؟ ودي بص. ودي بص يا بابا دي عشانك. ايه ده؟ ايه؟ عشان مين دي؟ ايه ده؟ لا دي مش عشانك انت. كبرت دلوقتي على الحاجات دي خلاص. جبت لي يا زكي. زكي زكي هنا انت راخر ركز شويه. بص دي بقى يا جيمي. بص ده. بص بص عشان انا ايه فاهم كل حاجه. بص بص ده عشان ابنك ان شاء الله باذن الله. بص حلو ازاي. وبابا جبت لك بابا يا كاكا. كاكا يا بابا. يا سلام. يعني سبت الفاكهه كلها وما جبتش الا كاكا. بلاش الكاك. جبت لك حاجه تانية. بص دي هو انا كنت فاكرها دوم. سالت عليها قالوا لي دي حاجه اسمها ايه؟ كيكي. كيكي. ايوه كيوي. كيوي كيوي يا ابو جهل. سبحان الله سبحان الله. بص بقى جبت لك ايه؟ نضاره بربريز في مي. خد. مش عاوز. اتفضل بقى. قلت لك مش عاوز منك حاجه. شكلك مكسوف. بس بقى خليها. طب خليها. خد الجراب ده بقى. سيب. ممكن تقبلي الولاعه دي هديه مني؟ ايه ده؟ اعمل بيها ايه؟ اكيد مش هتقمري عليها عيش يعني بدل الكبريت وكده. انا ما بشربش سجاير. امال عب السجاير اللي تحت البلكونه عندك في الاوضه دي تبقى بتاعت مين؟ دي تلاقيها بتاعت عم حسنين السواق. حسنين السواق؟ ايه ده؟ هو عم حسنين السواق بيحط روج برضو؟ بقول لك يا زكي. لا ايه ده؟ روح. انا مش خارجه النهارده. اروح؟ طيب انا كنت بعت لك رساله امبارح على المولودي. ارضيها؟ ايه مولودي ده؟ المولودي مش اللي انت بتتفرج عليها دي؟ مش دي المولودي برضو؟ امشي. طيب حاضر. امشي. لو ما دفعتش ثمن القهوه اللي شربتها، لو ما غسلتش كل هدومي اللي وسختها، انت على عمر. صباح الخير. صباح النور. هو حضرتك اخته؟ لا انا ساره صاحبه اخته. ما شفتكيش قبل كده. عمر غمض عينيك. فتح بقى. الله حلو قوي ده. شبه كيتو بالظبط. شفت؟ معلش انا ما قلتلكش واحد جديد نوفي، فجبت لك واحد مستعمل بس هو مش ماشي كتير يعني بياكل ويقعد على طول. يا مندا مندا، اصل طلبت منها النسكافيه ما جبتوش لغايه دلوقتي. هتسميه ايه بقى يا عمر؟ هسميه زكي. حلو حلو. اسم لطيف يعني وجديد برضه. طيب انا هقوم بقى اجيب له حاجه ياكلها. امسكوا جامد لحسن يطير منك. بعد اذنكم. لا بتهرج. هاي شيرين. هاي بابي ازيك؟ كنت بتكلمي مين؟ لا ده رقم ما حدش بيرده. وبعدين حضرتك ايه اللي جابك بدري؟ ايه ريحه السجاير الوحشه دي؟ هاي زكي ازيك؟ انا طالع فوق اغير هدومي ونازل تاني. يا ريت تقول لعم حسنين يجي يتغدى بسرعه. اخبار عم حسنين ايه؟ لما انتوا مش قد السجاير بتشربوها ليه؟ ها؟ تشربوها ليه؟ على فكره دي مش علبتي. امال خدتيها ليه لما هي مش علبتك؟ ماشي. يا خيرت بيه. ايه ده الفضيحه لما بتصدق؟ اعترفوا بقى اعتراف بالحق فضيله. وبعدين ايه الولاعه البيئه دي؟ ولاعتي كانت اشيك على فكره بكتير. على العموم ميرسي. ماشي. يا خيرت بيه. هنعمل ايه يا زكي؟ انت بتكلمني انا ولا بتكلم الكلب؟ بكلمك انت.
انت اللي هتعمل. لا يا عم. لا يا عم خليك كده، خليك كده جبان. انا مش فاهم انت خايف. خايف من ايه يعني؟ ها، خايف من ايه؟ هيحصل ايه؟ بص يا عمر، انا عايزك تبقى شجاع، تبقى راجل كده مال وهدومك، عايزك زي الاسد، اسد واقف وبمنتهى الصراحه تقول له بابا انا عندي كلب. كلب؟ كلب تاني في البيت يا عمر؟ احنا مش كنا اتفقنا في الموضوع ده وخلصنا منه؟ انما انا اللي غلطان، انا اللي سايبكم تعملوا اللي انتوا عاوزينه. انت ايه اللي خلاك تقول له بابي؟ بس بقى، بس عشان كنت هتودينا في داهيه. انا قلت لك بابي هيزعل، بابي هيزعل، وانت مش مصدقني. قعدت اقول له بابي هيزعل وهيتضايق وما بيحبش الكلاب، قعد يقول لي لازم اقنعه، لازم ابقى راجل، لازم ابقى اسد، كلام كده كله مليان حيوانات. بس مين اللي جاب الكلب ده؟ شيرين؟ ايوه شيرين اللي جابته. بس ده مش موضوعنا يا باشا. المصيبه دلوقتي ان في كلب في البيت. الكلب ده لازم يتصرف حالا. طمن حضرتك انا هتصرف. هات الكلب ده. اتفضل اطلع على اوضتك. حلو كده؟ حضرتك متضايق ليه يعني؟ في حد يتضايق من كلب يا فندم؟ ده حتى القافله تعوي والنساء تسير عادي. وبعدين حد يتضايق؟ بص يا فندم، ده حاجه تضايق منها؟ ده حتى شبه الليفه المحروقه. هو اللي ناقصك يا جدع انت؟ يا خرب بيه، ده ما بيكبرش. لحسن تكون فاكر انه هياخد حيز ولا حاجه. وبعدين بص، ده بيمشي. بص بيمشي ازاي؟ شيله من على السجاده. ما تخافش حضرتك، هو لا يمكن هيعملها دلوقتي، اصله لسه عاملها على السجاده اللي فوق. زكي يا عمر كان مرتبط قوي بالكلب اللي كان عنده، وتأثر نفسيا جدا لما مات. قصدك لما اتقتل؟ عموما انا هرجعه من مكان ما جبته. يعني هو انت اللي جبته؟ ايوه انا اللي جبته، بس هرجعه. يعني يا خيرت بيه، يا خيرت بيه، انا مش صعبان عليا حد غير عمر. ده زمانه قاعد يعيط في الاوضه دلوقتي. وبعدين فيها ايه لما يبقى عنده حته كلب صغير زي ده؟ مش احسن ما يشرب مخدرات؟ مخدرات؟ انت بتقول ايه يا جدع؟ ايوه الإدمان ملوش سن، الإدمان يدق الأبواب في أي وقت. أنا هرجعه. يا عيني يا عمر. يا زكي. أيوان. هو مفيش لون تاني غير الأسود ده. في أسمر. أوكي أنا موافق، بس على شرط الكلب يفضل في الجنينة، ما يدخلش من باب البيت، مفهوم؟ مفهوم، مفهوم يا خير ربي، إلهي ربنا يكملك ببدلك. ربنا يقدرك وتخلص السيجار اللي في إيدك، يا عمر. عمر بابا وافق على الكلب، بابا وافق على الكلب خلاص. لو مش كده وبس، هيخليه يقعد معاك في الاوضه كمان. انا اللي خليته وافق. صباح الخير. ايه انت بتعمل ايه هنا؟ انا بايت هنا من امبارح. انا قلت اجيبك من اول الخط، ها، عشان ما تعرفيش تزوغي تاني. اتفضلي اهو مكان، اهو يا زكي. يلا بسرعه انزل احجز المكان ده قبل ما عربيه تيجي تاخده. طب يا بنتي ما تركني جوه يا بنتي، دلوقتي النادي هيبقى زحمه. يلا بالمكان يتاخد. طيب اوكي ثانيه واحده. على مهلك وانت راجع. اركن انت واحد. والله حرام عليك، انت اللي بهدلهم وطلعني. يا انسه شيرين يا انسه شيرين، رايح فين يا استاذ؟ حضرتك انا مع الانسه اللي لسه داخله دلوقتي حالا قدامك. الانسه شيرين؟ لا شيرين ولا 21 ولا 22. لا شيرين ولا ايه؟ ولا 21 ولا 22. عجبتك؟ دي حلوه جدا. ربنا يخليك، ده انا كل يوم بقولها لها كده وما بتضحكش، محدش بيضحك عليها خالص. ما تعالى كل يوم اقول لها بتضحك كده. ربنا يكبر في خاطرك. ربنا يخليك، ربنا يخليك. واسمك كريم ايه ان شاء الله؟ عابدين. ولا واحد وعابدين ولا اثنين وعابدين ولا جديده دي. ادفع لك، ده انت دمك شربات. ربنا يخليك. قول لي بقى يا اخ عبدين، انا هي داخلك كده، اخش انا كده في شمال ولا؟ لا انت مش تخش شمال، انت تطلع يمين وتطلع دلوقتي حالا. يلا من هنا، يلا اطلع بره. والله انا هموت واشوف زكي بتاعكوا ده. امال لو ما جاش معاكوا ليه؟ مين قال لك ان هو ما جاش؟ امال هو فين؟ زوغت منه عند باب النادي عشان يحرم يتحداني. والله حرام عليكي.
كل ده عشان نطيت من على السور؟ هو انا نطيت سور اسرائيل ولا ايه؟ انا مستسلم والمصحف الشريف مستسلم اهو. تحيا مصر. ده زكي. زكي مين؟ ايه اللي انت عملته ده يا مجنون؟ ما انت دخلتي وسبتيني. طب تنط من على السور؟ وانط من فوق السد العالي كمان. انت مسؤوليتي. طب يا جماعه يلا ننقلوا على العياده. لا لا انا اسفه يا زكي قوي. الف لا بعد لا بعد الشر عليك من الاسف. يا عم قوم بقى انت تعمل لنا فيها حمامه. مين الدبدوب ده؟ ابو منير. ايوه راح. بس خلاص انا كويس انا كويس. سيبوني كويس. سيبوني. ايه يا زيكو مالك؟ ايه بتوجعك كده؟ بتوجع. طب وكده؟ بتوجع برضو جامد. ده انا واضح ان انا نزفت كتير قوي. معلش. تعرف لولا ان انا دراعي عريض شويه وانا كمان رحت منشف ايدي كده الرصاصه جت ضربت طلعت كده كان زمانها جت في مخي. ما انا خدت بالي. طب بص هحط لك مكروكروم. لا مكروكروم لا انا ما بحبوش. ليه؟ طعمه وحش قوي. هو انت بتشربه؟ مش بتشرب المكروكروم؟ يا شيخ خضتني عليك. خضت عليا خضت عليا خضت. انت ما قلتليش برضو يعني انا البس ايه في المشوار بتاع بالليل ده؟ البس بدله؟ بدله ايه؟ احنا رايحين نسهر كاجوال يعني. كاجوال؟ طب انا يا دوب الحق اوصلك بقى واروح اجهز نفسي. تجهز نفسك في ايه؟ نفسي لايه؟ انت فاهمه ان الكاجوال ده بالسهل كده مش لازمه ترستا. ده انا هشرفك. اركبي. ايه اللي انت بتقوله؟ شفت الرواشة؟ ايه يا ابني ده؟ ايه؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ سبايكي. عامل سبايكي. عامل سبايكي؟ وعامل شعرك كده ليه؟ ايه؟ عشان جيلو. حاطط جيل يعني عشان بيقع على عيني. الناس دي بتسقف ليه؟ ده كاريوكي. بس المكان ده مش قد كده على فكرة. انا لو اعرف كده كنت جيت عادي على فكرة. كنتش عملت سبايكي ولا حاجة. المكان ده مش قد كده ها؟ امال ايه؟ طب يا استاذ سبايكي ثانية واحدة بقى. اتفضل. اوعى الكاريوكي يعضك. في هنا شاي بلبن؟ ايه يا عم؟ بقول لك ايه؟ عندك اغاني ايه صعبة؟ عربي ولا اجنبي؟ اي حاجة ان شاء الله يا باني. انا عايز الاغنية اللي غناها ما اعرفش اغنيها تاني. يا عم انا عندي اغنية مهيبرة. صح كده. بقول لك ايه؟ شايف الجدع اللي قاعد هناك ده؟ انا عايزك بعد كده تروح تدي له المايك. قول لي اسمه ايه وانا اروقه لك على هوا. اسمه زكي. فول. قشط عليك. بس عاملين شوية تتلس في التفاصيل هنا حلوة قوي قوي. عايز اسمع يا جماعه صفه كبيره قوي لزكي اللي هيغني لنا اغنيه روشه قوي قوي النهارده. فيكو يلا يا بان. طب عندك اغنيه قوم بالليل لا قوم بالصبح؟